الكرامات كثيرة جدا جدا. يعني لو احنا بس حبينا نتتبع بقى كرامات كل واحد من هذه الأمة، الصحابة والتابعين وتابعيهم ولمة المتبوعين، ستجد شيئا كثيرا جدا. ولا نقبل كرامة إلا بإسناد إلا بإسناد صحيح، بخلاف الجماعة اللي هم الصوفية الذين أغرقوا في هذا الباب. ليس من شرط الولي أن تجري على يديه كرامة، لا، بل يكون وليا ولا تجري على يديه كرامة. لا، الصوفية لابد أو الجماعة دول لابد تجري الخوارق، وياريت خوارق صحيحة. يعني أنا يعني جاي كده حاولت ألتقط بعض الكرامات من طبقات الشعراني وجامع كرامات الأولياء للنبهان. يعني في حاجات والله لو أنت حضرت يعني جماعة من المهرجين مش ممكن تضحك من قلبك لدرجة أنك تقع على قفاك زي ما تقرأ في كتب هؤلاء ومكتوب كرامات الأولياء. أنا بس يعني التقطت ده لأن كنت ناوي أعمل الحقيقة حلقة كاملة عن كرامات الأولياء من منظور الصوفية، لكن هي الأمر لا يستحق احنا نقف كثيرا. شوف بقى من الحاجات اللي أنا قيدتها بسرعة. في جامع كرامات النبهاني 2286 إن في واحد مجذوب، تعرف المجاذيب، يقول لك إيه؟ لأن الرب جذبه إليه، عشان كده إيه؟ صار مجذوبا. وطبعا المجاذيب مقترنين دايما في أذهاننا بالإيه؟ بأنه بريالة وإن هو عفش ووسخ وما بيستحماش ها؟ وماسك عصاية ولابس مقطع، يبقى ده الإيه؟ ده اللي مقترن في أذهاننا بالمجذوب يعني. بيقول لك إن مجذوبا، ده في كرامات واحد من المجاذيب دول. إن مجذوبا يعني تبعه جماعة من الصبيان، عمالين يضحكوا عليه ويتريقوا عليه والكلام ده. فنادى ملك الموت وهدده وقال له يا عزرائيل، طبعا ما عنده مش اسمه ولا حاجة، عزرائيل ده موجود في السريانية والكلام ده، عزرائيل او عزازيل او الكلام ده، لكن هو عندنا ملك الموت عليه السلام. فقال يا عزرائيل ان لم تقبض ارواحهم لأعزلنك من ديوان الملائكة. قال فأصبحوا موتى أجمعين. دي كرامة، كل كرامتهم بالإيه؟ بالنظام ده كده. وفي واحد مكث 40 سنة لا يأكل ولا يشرب، ورجل توضأ فصلى ونام 17 سنة ثم قام فصلى بوضوءه. ده في كرامات النبهاني. يقول الشعراني في ترجمة شمس الدين الحنفي: دخلت على الشيخ امرأة، على شمس الدين يعني، امرأة أمير، وحوله نساء كواعب. الشيخ ده حواليه شوية نساء مقطعطين كده جمال يعني. فأول ما دخلت أنكرت على الشيخ بقلبها، يعني لا تكلمت ولا حاجة. فلاحظها الشيخ فقال انظري، فنظرت فوجدت وجوههن عظاما تلوح. فجأة كده الكواعب دول بقوا هيكل عظمي، والصديد خارج من أفواههن ومناخرهن كأنهن خرجن من القبور. فقال لها والله ما أنظر دائما إلى الأجانب إلا على هذه الحالة. يا صبرك على القرف. يعني هو كل ما يبص لواحدة تتحول في نظره لهيكل عظمي، ومناخيرها بقى ودانها صديد وبتاعه الكلام ده، إلا على هذه الحالة. ثم قال للمنكرة اللي هي امرأة الأمير، قال لها إن فيك 3 علامات: علامة تحت إبطك حسنة مثلا ولا حاجة، وعلامة في فخذك، وعلامة في صدرك. قالت صدقت والله إن زوجي لا يعرف هذه العلامات. فاستغفرت الله وتابت. تابت عن إيه بقى؟ يعني لما أي بني آدم يدخل يلاقي واحد حواليه شوية نسوان أجانب ومتبرجات فأنكر عليه، غلطان؟ دي بقى استغفرت الله وتابت. زوجها نفسه ما يعرفش حاجة والراجل ده عارف كل حاجة. في
في طبقات الأولياء للشعراني 259 قال في كرامة ولي من الأولياء: وكان يتكلم بما يستحي الناس منه عرفا. خطب مرة عروسا فرآها فأعجبته فتعرى، أم خلع هدوم بلبوس، فتعرى لها بحضرة أبيها وقال: انظري أنت الأخرى، حتى لا تقولي بعد ذلك بدنه خشن أو فيه برص أو نحو ذلك، ها البضاعة سليمة أهو. ها وقال بعد ذلك كلاما لا أستطيع أن أقوله، يعني هو ده أأدب كلام في الترجمة، بعد كده كلام يستحيل تعرف تقراه فضلا عن أنك أنت تقوله. جامع كرامات الأولياء للنبهاني ماشي على هذه الوتيرة كلها. وإبراهيم العريان إنما سمي عريانا لأنه ما كان يخطب إلا عريان، يطلع المنبر عريان، عشان كده سموه إبراهيم الإيه؟ إبراهيم العريان. واخد بالك؟ بص يا سيدي، بقول لك شوف الخزرجي بيقول في ترجمته لأولياء القرن السابع: ومنهم الشيخ الإمام العارف أبو القاسم الأندلسي، وفتح عليه من غير خلوات ولا كبير معاملات، فكان يترك الصلاة ويفطر في رمضان. ومما جرى له أنه وقف يوما على سطح الرباط ورفع صوته وقال: لا إله إلا أنا، رددها مرارا، ثم ادعى ذلك صوفي آخر، برضو ادعى الألوهية صوفي آخر، فمضى الخادم إلى شيخهما وأخبره بما وقع، فأمره الشيخ أن يخدمهما في زاوية خاصة ويمنع عنهما الطعام والشراب ثم ينظر حالهما، ففعل الخادم. أما أبو القاسم فقد خرج من الحائط من غير باب. أبدال عجلة ببطن أمه، ها؟ تعرف العجل يعدي البحر ولا ينبلش؟ عارفين العجل ده؟ اللي يعدي البحر ولا ينبلش، إيه ده؟ قال له العجلة ببطن أمه، هو ده زيه كده. ده بقى خرج من الحائط من غير باب، وأما الآخر فبقي إلى أن أسلم الروح ومات. ليه؟ لأنه ادعى الألوهية بغير إيه؟ بغير استحقاق. انما الذي قال لا اله الا انا ده خرج من الحيطه من غير ايه؟ قال خرج من حيطه من غير باب. ونقل الشعراني عمن جاءهم المذكور يوم الجمعه فسالوه الخطبه فقال: بسم الله، فطلع المنبر فحمد الله واثنى عليه ومجده، ثم قال: واشهد ان لا اله لكم الا ابليس عليه الصلاه والسلام. فقال الناس: كفر. فسل السيف ونزل يجري ورا الناس بقى حتى خرج الناس كلهم من الجامع، فجلس على عند المنبر الى اذان العصر، وما تجرأ احد ان يدخل الجامع. ثم جاء بعض اهل البلاد المجاوره فاخبر اهل كل بلد انه خطب عندهم وصلى بهم، فعددنا له في ذلك اليوم 30 خطبه، هذا ونحن نراه عندنا في البلد. ازاي بقى دي تيجي؟ يعني اهل 30 بلد كل واحد يقول فلان الفلاني خطب عندنا الجمعه، يقول لا ده خطب عندنا احنا، والثالث يقول خطب عندنا احنا، 30 بلد كل بلد يقول خطب الجمعه، مع انه قاعد على المنبر بعد بطفش الناس من الجامع، قاعد على المنبر بليه بالسيف لحد اذان العصر. دي ممكن تتحط كرامات؟ المفترض يعني الجماعه دول الشعراني والنبهاني والجماعه دول المفترض ان هم متعصبين للمذهب عندهم، فلما يقول جامع كرامات المفروض هيجيب حاجه تشرف المذهب حتى لو بالكذب تشرف المذهب. لا، القصه كلها كده، قصه كلها زي ما انتم شايفين كده، ودي عندهم معدوده من الكرامات، وفي اشياء اخرى اطم من هذا. واحد برضو في اللي ذكرها النبهاني ان في واحد من الجماعه الاولياء عندهم يعني جالس، اذا امير من الامراء جاي له وقال له ان انا بنت وهي بواقفه على شاطئ البحر التمساح بلعها، والراجل الامير ده في كرب عظيم قال له لا عليك لا عليك، وقال له واحد من الجماعه المريدين بتوعه روح على شاطئ النهر ونادي التمساح،
تمام. فوقف على باب الايه، على الشط البحر، ونادى التمساح قال فخرج مثل السفينة ها، وجعل يمشي في شوارع القرية والناس ينظرون. شوف بقى التمساح بقى لم يمشي القرية. فأول ما وصل نادى الحداد قال له خلع له سنانه، واخد بالك، وخلع له سنانه فعلا وقال له الفظها، لأنه التمساح بلعها بقى، قال له الفظها. طبعا هو خلع له نيابه ليه؟ علشان لما يجي يلفظها ما يعورهاش. ها؟ وفعلا لفظها وطلعت البنت سليمه ساغ، ما فيش اطلاقا اي مشكله. وهدده بعد ذلك ان هو لو عمل اي حاجه وهو في البلد مش هيحصل له طيب. قال فانصرف التمساح من عنده ودموعه تسيل. اهدي مثلا، اهدي كرامه معقوله شويه عن لا اله الا ابليس عليه الصلاه والسلام. ها؟ ومع ان دي طبعا مستحيله. ليه؟ لان دي بتعتبر من خوارق العادات، اذا حدثت تتوفر الهمم والدواعي على نقلها. لما يحصل حاجه خارقه زي دي تلاقي الدنيا كلها بتتكلم، وتلاقي الخبر ده عند العدول الثقات. ازاي بقى ما يجيش هذا الكلام الا عن طريق المجاهيل الذين لا نعرفهم؟ وبعدين يقول لك دي من كرامات الاولياء. برضو واحد من هؤلاء في جامع كرامات النبهاني، برضو واحده كان يعني عندها ديك بتعزه قوي، ومربياه بقى على اساس انه يعني عامل بهجه في البيت والكلام. صاحب البيت دعا شيخ من الشيوخ فدبح له الديك، وقال ده شيخي ولازم اكرمه، فاكرمه باحسن ديك، احسن حاجه عندي يعني. دخل الشيخ لقى الولية عمالة تولول وتعيط وبتاع الكلام. طبعا جابوا له الديك في حلة فيها مرق أو الكلام ده. فسمع الراجل الشيخ سمع بكاء، إيه ده؟ قال له سيدنا ذبحت الديك اللي كانت بتعزه وبتاع الكلام. فنادى المرأة. وبعدين قام قايل للديك إيه؟ هش. ها؟ فردت إليه الروح وطار، وقال اكفينا المرق ولا تتشوش. ده دي ولا جرادة سليمان ولا جرادة الهدهد، زي ما بيقولوا في الإسرائيليات إن الهدهد عزم مملكة سليمان كلها. وبعدين استغرب كل الرعية إزاي هيعزي المملكة كلها وبتاع. يقول لك أم أخذ جرادة ها؟ وأم رميها في الإيه في البحر وقال اشربوا المرق. ها؟ اشرب من البحر. شوف بقى لما الفرق بين ما يزعمون انه كرامات وما بين ما نقلته لكم. شوف الذي نقلته لكم اولا منقول بالاسناد الصحيح وفيه عبره. وانما حدث لاناس من الاولياء. اديك شايف اما سعد بن ابي وقاص واما حتى عمر بن الخطاب في القصه المشهوره يا ساريه الجبل الجبل. وهذه هذا اسنادها صحيح. فحتى ابن سارية الذي كان يقود الجيش أنا هو كان في العراق وعمر في المدينة، فكأن من كشف لعمر موقع الجيش وإن الأعداء سيدخلون إليه، فأراد أن يسند ظهره إلى الجبل حتى لا يأتي الأعداء فيعني يميلون عليهم ميلة واحدة. قال يا سارية الجبل الجبل، أي إلزم الجبل. قال فلزم لزمت الجبل فنجونا. سارية لما رجع قال سمعت صوتا كصوت عمر يقول يا سارية الجبل الجبل. دي كرامات وردت عن أناس مشهود لهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو بالصلاح، أو الذين أتوا بعدهم مشهود لهم من الأمة أنهم من العدول ومن أهل الفضل. وتلاقي القصص بتاعتهم محترمة، فيها وقار وفيها عبرة وفيها حكمة بخلاف هذا. فابن الجوزي رحمة الله عليه بيقول إذا قالوا لنا أن فلان يمشي على الماء قلنا لا، قال أنتم تنكرون كرامات الأولياء. وانت عارف بسبب قصة الأولياء وان أي بني آدم يحطوه في قبر وبعدين يشيدوا عليه قبة ويعملوا له مولد. أنا قرأت للشيخ أحمد حسن الباقوري، ده كان وزير الأوقاف الأسبق في أيام عبد الناصر، ده بيقول أن كنا بنمشي في الصحراء في الصعيد ليس فيها إنس ولا شيء، نقوم نلاقي قبة
طب القبة ده ايه اللي حط الولي ده في المكان ده ما يزعمونه وليا؟ قعد يفتش يعني في المسألة دي حتى وصل الى الحل. قال لك ان الانجليز لما دخلوا مصر وعارفين ان اهل مصر بي يعني يقدسوا بقى الاموات والبتاع والكلام ده ويجعلون لهم من الكرامات ما لا يكون، عايزين يعمروا المكان. طب انا لما اجي اقول لكم دلوقتي وانتوا قاعدين في بلادكم اهو يلا بينا على الصحراء عشان تعيشوا هناك، انا مش هروح. ليه اسيب ارضي واهلي وزرعي وغرضي واعمل ايه بالبتاع ده؟ فعلشان ينقل الناس الى اماكن يعمروها كان يبني ايه؟ يبني بقى قبة وضريح ويبني له كم بيت ويحط جماعة مش شوية اليوم دول ده انتوا خدام الايه؟ خدام الشيخ، ويعملوا مولد ويرصفون الطرقات الى هذا الايه؟ المولد. وتبتدي تشيع بقى الايه؟ الكرامات زي ما يشيع عن سيد بدو والكلام. سيد بدو رد جاي من المغرب وسيرته كلها الله المستعان. اللي يقرأ سيرته من كتب العدول يعرف حقيقة السيد البدوي وكيف جاء إلى هنا والقصة اللي هي والكرامات التي تشاع عنه. ده حتى عندنا كان عندنا جنبنا ولي صغير على قدنا يعني، ها اسمه العقيبي العقيبي. طب أنا سألت مرة واحد من الجماعة المخضرمين عندنا قلت له هو اسم العقيبي ليه؟ قال له لأنه كان ماشي مع الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة سبقوه هو اللي تأخر. فقال له النبي قال له ايه؟ مدي عقبان، ده كلام رواية اللي قال لي العقبان عقبان يعني اللي هو في العقب يعني، مدي عقبان خلاص. فبان عقيبي بقى من يوم ما النبي قال له ايه؟ يا عقبان خلاص. فده ينسبون له كرامات. انا سمعت من واحد الله يرحمه فرواية بيقول حصلت لي أنا، حصلت لي أنا، إن هو كان راجل صياد ماهر يعني، وكان بيصطادوا البط البري ده في بحيرة والكلام ده هو، وكان في جماعة بيكرهوه، المهم عايزين يقتلوه. ففي يوم الليل من الليالي حس بالغدر والكلام ده هو، ولقاهم جايين عليه، فضل يجري، يجري وهم يجروا وراه. طبعا هو بيجري مرة على بيته، ما هو لا من البحيره مر على البيت بتاعه، ولكن من كتر الرعب ما هوش عارف هو بيعمل ايه، اهو بيجري وخلاص. المهم فضل يجري 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 يجري، فجاه لقى نفسه مخبوط في باب والباب مفتوح، اتفتح له الباب، قام قافل الايه؟ الباب وراه. اتليه راح فين؟ اتليه دخل الضريح. دخل ضريح العجيبي ده. طبعا الجماعه قولوا العصبه قولوا القوه حاولوا يفتحوا الباب اطلاقا ما عرفوش. الراجل اول ما نفسه هدي كده قاعد يدور على علبه السجاير، خلاص بقى الحمد لله ربنا نجاه، ها فهنشكر بقى. فدار علبه السجاير دار علبه السجاير، ما لقى علبه السجاير بس ما لقاش الكبريت. الروايه بتاعته اللي انا سامعها منه بقى قال لي فلقيت ايد ممدوده من القبر ولاعه تك ولع. انا اسمع واستغرب، يقول لي اي والله يا ابني حصل لي كده، الله يرحمه بقى. أهو ده مثلا ده حجمه صغير بالنسبة لوالده، عمل شوف ولع له السيجار. يعني ما هو قال لك العادة المصريين بيقدسوا المقابر والأولياء والبتاع والكلام ده، طب أنا عايز أعمر المكان ده، أعمره بيه؟ قال لك ابني ضريح. وابني شوية بيوت حوالين الضريح، بيت ورا بيت ورا بيت، والجماعة المغرمين بالقصة ديت هيعمل عزبة. ونعمل قرية، وبالتالي نستغل المسألة في نشر ليه، نعمل زراعات ونعمل مصانع ونعمل نتائج والكلام. فشوف يعني كم من الويلات التي جرت على هذه الأمة بسبب هذه الخرافات. لا احنا عندنا الكرامة، لا ننكر كرامات الأولياء لأن هذا ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في الأمم السابقة في أولياء وفي كرامات، وفي أمتنا بحمد الله في أولياء وفي كرامات، ولا تنقطع الولاية ولا الكرامة إلى يوم القيامة، لا تنقطع يعني، هي موجودة. وفي ناس في زماننا من الأولياء ومن الفضلاء وتجري على يديهم كرامات، لكن ليس من شرط الولاية أن تجري على يديه خارقة، ممكن يبقى من أولياء الله عز وجل ولا يجري عليه شيء من هذا. فدايما الاهل الباطل
يعني ايه يركبون مركب التشغيب. اول ما تقول له لا ما فيش حد يمشي على الميه يقول انت بينكروا كرامات الاولياء. زي لما كنا الجماعه يدانوا وبعدين يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان. يقعدوا يقولوا ايه تواشيح كده بعد الاذان اصبحت لازمه لازم على الاذان. اول ما نقول يا جماعه ما فيش صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان يقول لك بيقولوا ما تصلوش على النبي. وهكذا. يا جماعه ليه بتقراوا قل هو الله واحد بين الترويح؟ لا يجوز قراءه قل هو الله واحد بدعه. يقول لك شوف بيقول قراءه قل هو الله احد بدعه. اللي هي تلك القران. مع انك انت لا قلت لبدء قراءه قران بدعه ولا حاجه. انما انت تتكلم عن الايه؟ تتكلم عن الوصف الطريقه اللي هم استخدموا بها ايه؟ القران.